ويسعد لي اوقاتكم يا بنات، كيفكم؟ طمنوني عنكم، ان شاء الله يا رب تكونوا كلياتكم بالف خير. قبل ما نبلش بالفيديو لا تنسوا تعملوا لي لايك، تشتركوا بالقناه وتفعلوا زر الجرس، وخلي لي قلبكم على التعليقات الحلوه اللي عم تكتبوا لي اياها. وهي اليوم بلشت معكم نهاري من الصبح، وهذا اليوم يوم الاحد، بس الجو كتير حلو. يعني هو شوية برودة بس حلو. هلا أول شيء قلت، أول شيء قبل ما أبلش بأي شيء لأني الأولاد جوعانين، رح أبلش بالصلاة. يلا بخلص صلاة وبرجع لكم، تمام؟ مشان نروح مع بعض نساوي فطور. بدي أخذ معي ابن عمي عشان يساعدني في الفطور. يلا بخلص وبرجع لكم. وهي خلصت، أمشي على المطبخ نشوف ابن عمي شو بيعمل. هون ميرا عمري حممتها ونيمتها، حتى يحيى حممته كمان، وعلوشة كلهم حممتهم حمام الهناء الهي. شو عم تعمل؟ خلصت لنا فطور؟ بدك تقليها البيض؟ ابد. طب ليش ما جبت المقلية التيفال؟ بتحب يعني تقلب هاي؟ ابد. لا ما بصير تقرب عليها بهي المعلقة ابدا، انت بتشلل. بدي اشو بهي الخشب بدي ابرك. انا ما بعرف زمان ما بعرف عملت هيك. ايه وبركت قلبت البيض ما احسن بالمعلقه. زيك حقك. يلا ايش اجيب لك صحن؟ بيت. يلا لا هذه انت بس تعلم. تعلم هيك الواحد يحط المرتديلا. هلا بعد ما تحطيها هيك ايش بتساوي؟ في المعلقه هيك ها نعمل لها هيك. نعمل ايش اخترع السكينه؟ ما اكل شيء سكينه، سكينه هي ها مثل السكينه المعلقه. والله يعني هيك احسن برايك. بعتني كباب. ليه؟ كباب كباب وطاميني. والله لو اليوم طلع عمي شوي. ليلي 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 وغاتني كباب. وغاتني كباب. وغاتني كباب. كباب. منين دي بعت لك يوم؟ منين؟ الله كريم. الله ما بيكرم منه. ان شاء الله. هي هيك اجت على السرد على طول مغنية يعني، أول ما بعت لي جواب بعت لي كباب. كوبوي. بتحب تعبيها الحلاوة بتحبها؟ ما بحب الحلاوة. ما بتحب الحلاوة؟ يو. أنا بحبها. هلا شو بدكم بالحكي؟ التعاون مع بعض غير شكل. وقت انت وابن عمك بتقومي بتشتغلي في المطبخ وبتسوي فطور، هيك بتكون النتيجه. احسن ما تكوني انت عم تشتغلي وهو قاعد من التلفزيون من قناي لقناي، فخلي ساعتكم احسن لكم. هلا بيض انا سويته. ايه شغلك يوم، خلي لي شغلك انا. مين؟ انا فرطته. كمان؟ هلا بدوز انا عم بيته. كم الله يعطيك العافيه. اليوم اللي سويتي اليوم الفطور برعايتك. انت ايش سويتي؟ انا عم بصورك. انت بس واقفه بتصوري. من بعدك ما حدا يفرم بندوره، ما حدا يفرم ابدا. ها عشان الفرم المعلميه. هلا هون انت رح تساليني طب كيف رح خليه يجي يساعدني بالمطبخ؟ هو هون طول ما بيشتغل، انت ليش لازم تقلي له؟ يوم خلي لي هالايدين ويعطيك العافيه، ومن بعدك ما حدا يعمل هيك، والله انت شغلك غير. ومن هالحكي ما بتلاقي غير عم بيساعدك بالمطبخ، والله يعني الله يعطيه الف عافيه، والله سوالنا كل الفطور من تحت ايديه. هلا انا اقلكم شغله، ما بحط هيك فطور غير نهار الاحد، لاني ولادي اغلب الاحيان انه بحبوا الف لهم لفات، حتى هلا وقف طلعوا هلا وقت بحط الفطور انه ولادي بيقولوا لي لفي لي لفه، ما بيرغبوا انه احط فطور هيك. هي مديت هون المده. الله يعطيك الف عافيه يا رب. انا بحب الخبز الحنطه. ليه؟ سخن لنا خبز. في لفه. لفه شو؟ بيض. شكرا. مدري ليش يوم الاحد بحسه انه بسرعه بيخلص، ما بعرف انه ما بلحق بسوي هيك هيك شغلات بتلاقوا بيخلص بسرعه. وعلى فكره شايفين كل هالفطور اولادي اكثر شيء بحبه بس من هالفطور البيض. هلا في كتير صبايا انه حكت ليش قد بتقلي مقالي،
هلا مو قصة انه بحب كتير اقلي مقالي، بالعكس في اكلات كتير طيبة وبحب اعملها، بس اكتر شي ولادي بحبوا البشاميل والمعكرونة والبطاطا المقلية، مسقعات، طبخ كبار، هدول كلهم ما بياكلون. هيا علوشة كمان اليوم تحمم، رجيني علوشة حمام الهنا يا امو. وهي الاستاذ يحيى طلب مني انه الف له لفة، لفة بيض، يعني والله اللفة بتشاهي خصوصي وقت بكون الخبز تازة. ان شاء الله صحة والف انا هاي بعد ما فطرنا كمان رتبت المطبخ قد ما بحسن. هاي بس شو نهار الاحد، هيك يحوسي على السريع. اخر شيء يا بنات غرفتي النوم، اليوم ميرا الله يصلحك استفرغت لي على الشرشف، فقلت رح غيره. الله هيك يا رب يخلي لي اياها وما يحرمني منها. يلا كمان رح بلش انه رتب الغرفة، قول يعني رح اعملكم هيك تصوير حلو. اول مدري ليش الاغراض الشتوية كتير كتار، وانا عن جد ما عندي محلات زيادة بالغرفة، فمشان هيك انه مطبقة هدول الاغراض مثل التلابيس وهيك بالغزينة. اول شيء تلبس المخدات. هاي تخدميرة خالص. وهي هيك بكون خلصت الغرفة الحمد لله رب العالمين، ما طولت فيها كتير وحتى سرعت شوي الفيديو مش عم تملو. وهي هيك بس ترتيبه، انا بحس بس انه اطبق الغسيل وارتب التخوتة انه خلاص كأني ثلاث ارباع الحوسة خلصت عندي. صباح الخير، صباح الورد. شو شو عم تاكلي؟ موزة؟ لك صحة وهنا يا عمري. تعب خليك حتر كوم، خلي لي ريحة العطر. انا مين تحمم؟ انت؟ ايه حمام الهنا. هيك بكون خلصت كل شيء. هلا اغلب الايام يوم الاحد انه ابن عمي بروح بيسهر مع رفقاته، وانا انه بروح عند اهلي بسهر معهم. يعني هو اخطي انه طول الوقت عم يشتغل فما عنده غير هاليوم انه بيحب يسهر مع رفقاته. هون والله اجوا اهلي واخذوني، فحكت لي اختي بدي اروح اودع رفيقتي قبل ما تسافر على اسطنبول، تلمشي بروح معي. هلا هون طلعت مع اختي لفوق، انصدمت انه هنيك فوق عندها كتير قرايبين وبيعرفونا وكتير حبوا يشوفونا، خلي لي قلبهم والله احلى جماعه وتشرفت بمعرفتهم. بدنا نودع رفيقه اختي. يلا غدا. الله تصاب السلامه الهي. وين لما وهي بعد ما ودعنا رفيقة اختي عن جد والله ايش ابدا حب، يا ريت بنعرفها من زمان بس ما تعرفنا عليها غير وقت بدها تسافر. هي هون جينا على المطعم بعد ما خلصنا، قلنا هيك بنغير جو كله بيت بيت بيت، والله شيء بملل، فقررنا نجي لهون على المطعم ونطلب هيك صحن فواكه ونقعد شوي نتسلى. هلا هون ماما كانت عم تطالع شهاده، الحمد لله رب العالمين طلعت لها، وان شاء الله عقبال كل حدا بده شهاده، وحبينا هيك نحتفل فيها احتفال بسيط. الله يخلي لي اياكي يا امي وما يحرمني منك يا رب، وانت يخلي لكم امهاتكم وما يحرمكم منهم يا رب. يا امي ربي خلي لي اياكي، يا امي الدنيا بها بابا لك من عنده رب السما عطاك حنية الكون. ولا تنسوا يا بنات تحطوا لي لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس مشان يوصل الفيديو للمرتبة الأولى مثل ما خبرتكم. وهيك كان مشوارنا معكم، والله كتير انبسطنا واشتهيتكم كلياتكم معي. طلعوا المطعم فاضي، يعني لو بتجوا كلياتكم تسعوا فيه، خلي لي قلبكم الله لا يحرمني منكم يا رب. وهلا بدي ارجع عند اهلي اليوم، بدي اضل عندهم لاني هالاسبوع انه نهار الاثنين في عطله، فاستغليت الوضع وقلت برجع معهم وبنام عندهم وبتسلى معهم كمان. بتعرفوا شو كتير بحب نام عند اهلي لو يوم واحد بالاسبوع، ما بعرف هيك بحب. طيبة؟ صور هيك.
وهلأ قررنا نكمل السهرة عند أهلي، نعمل أنا والصبايا هيك سهرة ونقعد على رواق. يلا خليكم معي ونشوف التجهيزات مع بعض. هلأ هون كان الوقت لسه بكير، تقريبا كانت الساعة 7، فقلنا أنه بنعمل هيك قاعدة عند أهلي. بربكم ما صحن فواكه تسويت أختي أحلى من الصحن اللي مساويه بنا بالمطعم. قلت لها أختي والله العظيم أنتي اللي عملتي أنه أحلى بكتير من اللي عاملينه بالمطعم. بس هيك سبحان الله أنه الواحد أنه بحب يغير شكل، عرفته؟ فالله يعطيهم العافية هن وأهل المطعم. وهي هيك تشاركنا كلياتنا أنا وأخواتي وعملنا أحلى قعدة بالبيت، ويا عيني على الرواق. سبحان الله يا بنات، البيت اللي فيه بنات بتحسوا فيه حنية، فيه دفى، فيه حياة، ما بعرف أنا هيك بحس. هلأ في كمان أخوي الله يخلينا يا رب، بس هيك حنون الله لا يحرمنا منه يا رب. وهون أنا عندي السهرة مع أخواتي وأمي بتسوى الدنيا كلها عن جد، من بعد الاهل ما في. وبرجع بقلكن انتو الله يخلي لكم اهلكم كمان. هون غيرت الاغراض لاميرة ولبست ارنوب مشان هيك قلب اخواتي يغرف عليها. خلي لي قلبكم يا اخواتي. يا اخواتي كل شيء بالدنيا، كل شيء بالنسبة لي. بدي اقول لهم انه بتمنى انه هالعلاقة القوية اللي عنا اياها تقوى بعد اكتر مع الزمن، وما نبعد عن بعض ابدا، نضلنا بظهر بعض مثل ما نحن هلا. وهي هون بعد ما خلصنا هيك قاعدة وأنا وإخواتي، فقررنا بقى نقوم نضبضب البيت ونكنس الأراضي كلياتهم، مو نضل عند أهلي شان فين لا الدنيا عند أختين، وتاني يوم الأولاد ما يقوموا ويكركبوا هيك البيت. وهون ميرا هي الوحيدة اللي ظلت سهرانة معنا، والأولاد كلهم ناموا وعم بتعيط بتولول. قال لها هلا بدي فيه جده يحطنا ويقتلنا إلي وإلك. خلي لي قلبه والله، يعني الحمد لله رب العالمين انه ما طلعنا قروشة كتير، وما حس ابوي انه كل هالشي سهرانين وعاملين هيك مثل غوشة. فانا شغلت اسكر المساء وضبضبت الاوضة كلياتها وقلت لهم انا برتب الغرفة وانتو روحوا استلموا المطبخ. وهيك بكون خلصت. ميرا قاعدة هون كنست الاراضي كلياتها، ترى صارت الاراضي عم تضوي. ميرا كنسك؟ ميرا هيك بكون خلصت البيت. وهي هيك بالأخير ختمناها بصحونة أندومي، الله يعطيهم ألف عافية ويخلي لي قلبهم. عن جد انبسطنا كتير بهالعطلة، وانتو كمان يخلي لي قلبكم إذا انبسطتوا معي بهذا الفيديو لأكملكم إياه يوم التاني شو عملنا وشو زاوينا وبشو ماما كمان فاجأتني. رح حط لكم كل هالتفاصيل بالفيديو التاني، بس حسيت هذا الفيديو إنه كتير طويل قلت مشان ما تملوا. وبحبكم كتير وسلامات.